رجعنا لكم بعد الفاصل. افكركم عملنا ايه قبل الفاصل؟ عملنا البسبوسه بالمكسرات، دخلتها الفرن وما رضيتش اطلعها واسقيها بالعسل الا لما اسقيها قدامكم. هنطلعها بقى كده من الفرن سخنه كده. عايزه تحمريها اقل من كده حمريها، العسل بتاعي يبقى سخن برضو اهو. ونبتدي نحط كده حبه حبه، البسبوسه سخنه والعسل سخن كده. بصوا انا عايزه بس اوريكم ان لما بحط العسل سخن والبسبوسه سخنه البسبوسه بتشربه، ما ينفعش العسل يبقى بارد زي الحلويات الشرقيه عموما، لا كده لا، البسبوسه لازم العسل سخن والبسبوسه سخنه. الحلويات الشرقيه عموما اللي احنا بنعملها بيبقى العسل بارد، ومثلا اي حاجه بنعملها شرقي بتبقى سخنه او العكس، لكن البسبوسه لا. كده اهو نلففها كده بس ونسيبها بقى، يعني انا ما اقدرش اشيلها، لو شلتها كده هتتفتت هتتفتفت خالص. بس لازم البسبوسه بالذات حلاوتها تاكليها تاني يوم، او تعمليها الصبح وتاكليها بقى بعد الفطار بالليل كده اهو. ممكن تاخدي لك حته في السحور مفيش مشكله، بس لكن هي لازم تتساب تبرد خالص، وما ينفعش اشيل ده، ما ينفعش خالص الاقيها باظت مني. خلاص كده انا قلت اوريكي التكايه دي لانها مهمه جدا في البسبوسه، يعني لان في ناس بتعمل بسبوسه وتقول لك لا مش مظبوطه، لا باظت مني الكلام ده كله. طب تاني حاجه هنعملها، هنعمل صوابع زينب برضو بطريقه سهله جدا. هجيب بس البوله بتاعه العجان كده. هنحط مقادير صوابع زينب، الاول هنحط كوبايه سميد بسبوسه، عليها كوبايه دقيق، معاها معلقه خميره، معلقه سكر، ومعايا معلقتين سمنه، وثلاث ارباع كوبايه ميه. سهله جدا، يبقى كوبايه سميد بسبوسه معاهم كوبايه دقيق ومعلقه خميره ومعلقه سكر ومعلقتين سمنه وثلاث ارباع كوبايه ميه، مش اكتر من كده. هنحط كوبايه السميد، وانا برضو ايه لازم اعاير احتياطي عشان المقادير تطلع مظبوطه ما يبقاش فيها لخبطه كده. ادي كوبايه سميد بسبوسه معاهم كوبايه دقيق كده. سهله جدا صوابع زينب، سهله سهله كده كده اهو. هما كوبايه كده. هنحط معلقه خميره او كيس خميره، دي خميره فوريه، لكن لو خميره اللي هي القطعه اللي بنجيبها من عند الفران لازم تدوبيها في شويه ميه دافيه، لكن الخميره الفوريه مفيش مشكله. هنحط معلقه سكر كده، هنحط 3 ارباع كوبايه ميه، يعني كوبايه الا ربع او نص نص وربع كده اهو. ادي الربع وادي النص كده، هنحط كله على بعضه بالطريقه دي. ادي نص وادي ربع. نرجع بقى دي كمان ورا، نروح على العجان. ممكن تعجنيها بايدك مفيش مشكله، ممكن تعجنيها في مضرب البيت كده بيبقى معاه برضو يد كده برضو للعجن. فهنقلب بقى كده بس على العجينة. تمام، بص ما بتاخدش وقت خالص. خلي بالك ان المقادير دي كلها انا
بقول لك مقادير مظبوطه يعني. بصي يعني ميه مظبوطه بالملي. انا عارفه في رمضان مش احنا مش حمل ان احنا نقف نعمل حاجه وتبوظ مننا، لا احنا عايزين مقادير مظبوطه عشان نمشي عليها، فما تقلقيش من المقادير بتاعتي. هنجيب كده امسح بس الرخامه كده واشيل الحاجه اللي انا مش عايزاها. طبق بس كده، نجيب طبق او صينيه زي ما انت عايزه مش مشكله، هي طبعا فيها خميره. طيب اهي العجينه زي ما انت شايفه عامله ازاي بالشكل ده، سهله جدا. يبقى كوبايه سميد بسبوسه معاهم كوبايه دقيق عليهم معلقه سكر معلقه خميره معلقتين، ما حطيتش السمنه، معلقتين سمنه، في معلقتين سمنه لازم يتحطوا، معلقتين السمنه بس. هرجعها العجان تاني عشان ايه، احط اقلب معلقتين السمنه عشان نسيتهم، علشان نرجع العجان تاني. نقلبهم كده بس كده كفاية. ما تنسوش حاجة زي كده، مفيش حد ما بينسى يعني، كلنا بننسى بقى في رمضان والصيام بننسى. بس كده اهو، هنجيب دي بقى كده نكور، نعملها كور كده خلاص. انا دي مضرب اللي هو بتاع الاطفال بتاع اللعبه يعني، فانا قلت بدل ما استخدم المبشره، هي صوابع زينب بتتعمل بالمبشره، فانا قلت لو حد ما عندوش مبشره هيعمل ايه، لو عندك مضرب بتاع لعبه ابنك او بنتك خلاص. هتكوري حته كده العجينه كده اهو، وهنروح جايين كده وضاغطين بقى، ناخدين من هنا كده ونلف. هنعمل بقى كده، وعشان ايه انا استخدمت دي، عشان لو ما عندكيش مبشره كده اهو كده، ونلف كده. بصي بقى البروز بتاعتها كده اهو. جات لي فكره الصراحه وانا قاعده، بس قاعده ادور على المبشره بتاعتي ولادي ودوها فين مش لاقياها، فقلت طب ما اشوف البتاع دي المضرب ده ينفع ولا لا، وروح ايه رحت عاملاها كده اهو بالمنظر ده. طبعا دي لازم تتساب تخمر يعني، او هقول لك حاجه، عقبال ما تخلصي الكميه وفي الجو الحر بتاعنا دهوت هتلاقي يعني، عقبال ما تخلصي هتكون الاولانيه ارتاحت وخمرت وتمام تمام. هنقليها بقى في الزيت عادي، وبعد كده نحطها في العسل بتاعنا بتاع الحلويات الشرقيه اللي احنا عارفينه، اللي هو مقاديره كوبايتين سكر عليهم كوبايه ميه عليهم، اول ما يغلوا نحط نص ليمونه وعليهم فانيليا. نشيل بقى كده عشان اوريكم بقى الحاجات اللي انا عملتها برضو ونعيد تاني. ادي كده البسبوسه اللي انا عملتها في الاول خلاص، دي طبعا بارده انا مجهزاها من قبل، فدي بارده، ودي كمان انا عاملاها بالسوداني يعني، اللي مش عايز يستخدم مكسرات يعملها بالسوداني بس. واروح مزوقاها كده كده
تزويق بسيط يعني. وانا هنا جايبه كريز احمر واخضر بالمنظر ده، فلقيته حلو والوانه حلوه فقلت احطه يدي منظر وشكل. عايزه تحطي فواكه مسكره حطي، عايزه تحطي فاكهه بتاعه رمضان حطي، مكسرات تاني. يعني التزويق والديكوريشن بتاع الطبق ده حاجه ترجع لك كده اهوت. بصوا بقى الالوان بتعمل ايه، حركات حركات كده اهو. بس انا حاسه ان انا ممكن اعمل واحده هنا في النص برضه كده، نحط جواها في النص هنا واحده حمرا بالمنظر ده. انا بحب دايما اقدم الحاجه مش تقليديه، فانا قررت ان انا اقدم صوابع زينب في الجردل ده عندي، وعندي حاجات كتير فقلت ليه طب انا ما استخدمهوش، فهتبقى حاجه جديده برضو وظريفه قدام ضيوفي في رمضان، وان انا يعرفوا ان انا ازاي بحبهم، ازاي ان انا مهتمه ان انا اقدم لهم الحاجه بشكل حلو، فقررت ان انا اقدمه بالطريقه دي. ادي كده صوابع زينب اللي احنا عملناها، وادي البسبوسه اللي احنا عملناها بالشكل ده. وبكده النهارده حلقتي تكون خلصت، ويا رب تكون عجبتكم. احلى وصفه لاحلى مشاهدين من احلى قناه ست البيت، وصمم مقبولا وافطرا شهيا.